مثنى حيصاب راب مريم شاب حين انددت قد خل بريات هولا بحنانا. كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذو وقار لا ذو لسانين، غير ملعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر. متابعينا، معكم برنامج خدام الرب. اليوم لدينا الجزء الثاني من لقائنا مع الشماس الرسائلي جورج إلياس، أحد شمامسة كنيسة مار بولس الكلدانية في فانكوفر كندا. تعرفنا على الشخصية، خدمة شماسنا، واليوم نريد نكمل بعد عن سيرة حياته، عن خدمته. وأيضا أذكر متابعينا الشماس جورج إلياس هو الفنان جورج إلياس. يا أهلا وسهلا شماسنا. أهلا بكم مرة ثانية، على طول نرحب بكم إحنا ونشكركم على هاي الاستضافة الكريمة. شماسنا، حضرتك أحد شمامسة كنيسة مار بولس الكلدانية بكندا اللي هي فانكوفر، وابنك إلين إلياس هو مرنم وفنان ومسؤول الجوقة بالكنيسة. يعني نشوف الأب والابن تخدمون في آن واحد بنفس القداس، يمكن كثير مرات. تمام، صح، على طول نفس القداس، لأن يجي قداس أول مثلي. نعم، ترتلون سوية يوم من الأيام؟ احنا بالكنيسة مرت السوى، هو طبعا وظيفته يعني إدارة الموسيقى والجوقة الموسيقية للعزف، ويعني شلون يعني والحفاظ على الأوزان الإيقاعية والأصوات في عندهم، هم فوق احنا جوا، احنا جوا. فمرات هو ياخذ سولو، مثلا اكو بنات وياه ياخذون يعني وياه الكورس، واحنا جوا خدمتنا غير شكل، يعني ما يعني يختلف عنهم. احنا نخدم شلون القداس يعني بما موجود محتوى القداس، هم بس التراتيل، هي هاي الفرق يعني بينه وبينه. انا ما نشترك، نعم، هي نفس القداس نشترك، هي نفس القداس نشترك بالتراتيل، مرات هو يرتل مرات الجوقه ترتل، بس هم واجبهم كفرقه، احنا واجبنا كشمامسه. اذا كنتوا بالبيت ترتلون سوية يوم من الايام؟ بالبيت هو مو يعني بعيد عني، هو يعني حوالي نص ساعة بعيد عني أنا بالبيت، بس نعم. إحنا من شلون يصير بالتراتيل لا، بس بالأغاني إيه، يعني مثلا أنطي الألحان، أراد عنده استوديو بالبيت، أروح هناك أسجل عنده، يأخذ آراء ماتي، مثلا يقول لي بابا شلون هاي كذا، يعني شلون يصير حوار، أنا مثلا من أغني يقول لي بابا هاي الشكل هاي الشكل، يعني شلون نتقبل كل واحد آراء الأخ. لديك موهبة كتابة تراتيل، تلحين تراتيل شماسنا؟ كتابة تراتيل لا، بس ألحان إذا لقيت يعني كلام حلو إيه أقدر ألحن، يعني عندي يعني عندي خبرة بالألحان الأغاني. من ثانيا أنا سويت يعني قلت لك يعني شلون تراتيل إعداد اللحن يسموه، يعني اللحن موجود بس أنا ضفت له إطار هاي موجود. إذا نتمنى سمعنا أحد هالتراتيل. إحدى التراتيل دللي، يعني أنت طمع هواي صار عليها عليها ليش؟ طبعاً صوت ملائكي. سمعش ترتيلة قديمة أصلية من صلب يعني الطقس الكلداني القديم، شمت بابا وبونا، يعني هي طبعاً موجودة من زمان، أنا سويتها أعداد هاي صار لها من زمان لسه ما مسجلها وماكو وقت حتى نسجلها، هي الموجودة من مقام بيات، بس أنا ضايف عليها يسموه بيات شوري، أنا قطعة صغيرة من مقام الحجاز فاسمه يسموه بيات شوري. شمت بابا وبرونا روح كنت محيانا يطلع ثق نوم خاكيانا والعود غعيانا.
بابا دم زامرو لبراتو خدم يا قرو لما دبرو نغتات شكرو كثاد روحو خدم روخ. فما اريد كمريه طبعا فوق 200 بيت تقريبا. هذا الاعداد الثاني هو الاعداد. نعم. من الجزء الأول وحالياً بالجزء الثاني سمعتنا بعض التراتيل أمنا العذراء مريم. أريد نعرف هل أم الحنون دورها بحياة شماسنا؟ أنا طبعاً كل الرحمة وأطلب منها يعني على طول تشفق علي وعلى عائلتي، هي أم الكل، ما حد مغيرها. عندك 22 سنة في كندا، احكي لنا شوية إيه؟ على المدام، على الأبناء. عرفنا واحد منهم هو مسؤول الجوق. وين حسبت يوم 22 كبسة؟ انتقلت بالجزء الأول من عام 1999. ذاكرتش قوية زينة يعني بالحسابات، يعني زينة ضعيفة بالحسابات. ايه قولي. نعم احكينا على العائلة، على المدام، على دعم المدام لحضرتك خاصة. أنا طبعاً زوجتي عاشت ويا الحلوة والمرة من أيام زواجي من 1979 في العراق. من كنت كان أيام يعني فنان وموظف أشتغل، يعني خلينا نقول كل رب عائلة مثل أي رب عائلة طبيعية حياتي، بس حياة فنان شوية أصعب، لأن تعرفين يعني إنسان صار في مواقف هواية يعني محرجة، سواء أنت كفنان وزوجتك طبعاً غار عليك، ماكو إنسان ما يغار على شخص آخر، صح ولا لا؟ فزوجتي من زاخو، من عائلة أصيلة، من 6 أخوات وأخ واحد دكتور اللي هو حاليا بشيكاغو. فهي حاليا جت هنا بعد ما كان موظفة بالحسابات في إحدى الدواعي الدولة، من طلعنا منها جينا هنا. هي طبعا تعرفين ظروف المعيشة الصعبة، فأخذت كورس الحلاقة، فست شهور تقريبا خرجت وتوظفت من وقتها في محل حلاقة إلى أن إجا دور التقاعد. حاليا هي متقاعدة، ربة بيت، تسعفني بأحلى الأكلات الطيبة. إنسانة كلش يعني حنونة طيبة، يعني أبوكم مثل يقول تخلي عجر حقيقي طيب. آمين. هل محور دائما نستخدمه مع شمامستنا وشماساتنا؟ أولاد. نعم. هي كانت ما كملت، كانت هي قبل ويانا بالكنيسة أيام بداية الكنيسة، من أول جينا هنا. فكان ابني كلهم يعني أولادي وياي كان ندرب بيتي، نبقى الإمارات للوحدة 12 نص أيام زمان أول ما أسسنا الكنيسة هنا. فبعدين تدي ظروف البيت والعائلة ما تسمح لها، ولدي زوجه، فهي بقت يعني الوحيدة بالبيت. حاليا هي بالبيت ربط بيت تراعي الأحفاد، يعني هي ربت الأولاد أسب تربي الأحفاد. نعم إن شاء الله بالمحبة دائما. كل أم إحنا نقدسها، مو بس زوجتي يعني. كل إمرأة أم نقدسها، أنا أقدسها. حضرتك ها عندك 4 سنين صرت شماس، والشماس معناتها الخادم، فقبلت تكون خادم في بيت الرب ويا العائلة شون ويا المدام ساعدة شماسنا. هي من العفو قلتي تساعد منو؟ تساعد الناس؟ مساعد المدام؟ إيه مرات أساعد المدام أسوي زلاطة بالبيت. ثاني بالنسبة لي أساعد، مو بس أساعد البيت، أساعد ما وناس يعني خلال يعني وجودي بالكنيسة، خلال يا مرات تدين يعني مواقف يعني تجي ولا واحد بيذكره يعني ما حلوة، يعني أنا قاعد بس يعني أشوف فقير يعني دقدي مثلاً، انزل مرات يعني اساعده، يعني انا هيك طبيعتي يعني. اتمنى كنت يعني ذو ثروه كبيره وهواي ناس انا اساعدهم، بس مرات الايد قصيره والى اخره، فما تقدرين يعني صعب يعني، يا دوب تشتغلين تعيشين نفسك، خاصه بفانكوفر صارت كلش غاليه مو مثل قبل. نعم. خلينا نرجع الى ايام العراق. الشماس جورج الياس من أين بالأصل؟ وين ترعرعت؟ حب الخدمة بالكنيسة وين بدأ؟ وين انزرع؟
وايضا تاثرت بابونا باشخاص معينين، دور الاب والام لحضرتك ماذا كان بحيث هم طبقت هذا الشيء مع ابنائك؟ أنا طبعا اولا خلينا نقول من عائله مكونه من 6 أخوات وثلاث اخوه واب وام، حاليا طبعا تحكي ايام زمان تحكي على كركوك. والدي من كوسيتا بس تربى بعنكاوة، والدتي عنكاوية. اوكي، فبعدين بعد ما ولدت ولادتي 2 تحولنا الى كركوك، ابوي اشتغل شركة اي بي سي، فبدينا حياتنا هناك. انا عمري كان 12-13 سنة اتصور، يعني ما اريد احكي كل التفاصيل. راسا يعني رحت الكنيسة عن طريق أبونا يوسف شقلاوي، فرحت دخلت كنيسة شفت حوالي يعني 40 طالب، بس كل واحد على مراحل، يعني شلون 20 مرحلة واكل يعني. فراسا انطاني كتاب، يعني كتاب قال لي باكر هذا الكتاب جيب 50 فلس من أبوك وتقعد تقرأ ويانا تتعلم اللغة الكردانية. هاي بدايتي كانت في كنيسة مريم العذراء في كركوك منطقة بقلار اسمها، ليس أذكرها. فبديت ادرس حوالي 14-14 سنه بخير بالكنيسه، من طالب، يعني من طالب يعني دار صغير، بعدين صرت شماس، واحنا كنا حوالي 10-15 شماس هناك. فكان يجيني دور كل احد، يعني كل شهرين مره واحده اخدم القس، يعني بس تدري شماس لما ذاك الوقت كانوا ياخذون كل يعني القداس من الرساله والى اخره، يعني من بدايه القداس أسأل قديش القداس اللغة وإن شاء الله عند ألغوها. فمن هيجي، فبعد هاي الفترة هاي كانت بدايتي في كركوك. بعد ما دخلت بعد الكنيسة ويا أبونا، بعدين طبعا تعرفت على وائق سنة عبينا، كانوا موجودين الأب يعقوب والأب ستيفان وأخو بولس، وكان أكو يوسف زورة كنيسة مار يوسف اللي كانت بعيدة عنا في منطقتنا. هاي كانت بدايتي في كركوك. نعم. ايضا شماسنا حسب ما عرفنا حضرتك رياضي وحاصل على جوائز كثيره، ها وين كانت؟ بكركوك، بغداد، لو امريكا او كندا؟ قلت لك هاي بدايتي كانت بين كركوك وبغداد. نعم. هاي الرياضه، يعني انا طبعا كنت رياضي معروف يعني في كركوك، اذا تسالين كل كركوك يعرفوني كرياضي، ما يعرفوني كمطرب. نعم. بعدين بعد ما اكملت الدراسه الاعداديه فتخرجت علمي، سادس علمي، طبعا قدمت حسب كان التقديم كان من طريق الدوله يعني، فقبلت في معهد اداره فرع المحاسبه في نعم. بغداد. هاي كانت ب 68 تقريبا. يعني من هناك حياتي كلها تغيرت، يعني تحولت من يعني رياضي وشماس بدرجة لك إلى يعني خلينا نقول موسيقى وشغل، يعني من هيجي. فبديت هناك في بغداد بعد ما انقبلت في معهد، واستمرت حياتي وقتها يعني كلها في بغداد، كلها يعني كنت مارست بها أكثر شيء. قليل كنا أروح الكنيسة، كان وقتها الله يرحمه أبونا فيليب هيلاي هو اللي كان راعي كنيسة مار إيليا، كانت قريبة علينا، أروح أنا أسمع قداس، مرات نشارك بالتراتيل خاصة الجمعة العظيمة. حضرتك بغداد أول شيء أخذت شهادة محاسبة. إيه. الأمور الفنية شلون إجت لك فكرة تأخذ شهادة مثلا بهذا الشيء هذا الشيء، يعني كتعلم العود، المقامات، الألحان؟ هاي جتي مو فكرة، هي صراحة بعد ما أكملت الإدارة فرع محاسبة عن خدمة العسكرية، وأنا كنت عسكري، فكنت أروح أزور جمعية الموسيقيين، يعني السريان عندنا كان في بداية طريق معسكر رشيد، كان رئيس الأب فيليب هيلاي العلامة، مو بس القس، العلامة الموسيقي يعني. فكان يسمع صوتي على طول، من كنا نقعد مع كترين قعدت، يعني كنا كنا شلون ملحنين وموسيقيين كانوا يعني موجودين عندنا في الجمعية. فقال لي انت صوتك وربع التون مالك كلش نظيف، يعني ليش ما تروح تدرس موسيقى مستقبلا تستفاد؟ قلت له يا ريت. فوقتها كان اكو طلب مع الدراسات الموسيقيه النغميه، وبعدين صار موسيقيه، رايدين حوالي 30 طالب،
مقدمين 500. أنا صراحة رحت ثالث يوم، يعني كان خميس جمعة، أربعاء خميس جمعة آخر يوم. فقلت لأبونا أنا مو حزبي، تعرفين لازم يقبلون الحزب الحزبيين. قال أنا أجي وياك. قلت له شكرا. أخذني بسيارته، كان أتذكر كان عنده وقتها فوكس واجن، هاي يسموها الرقة. رحنا للوزيرية ناكل مع أحد، فدخل هم يعرفوه كلهم، يعني الأساتذة إذا غانم حداد، منير بشير، كلهم هذول المرشقين الكبار الفطاح اللي يعرفوه، يعني روح الخماش. قالوا عندي طالب، يعني أنا مؤمن به. قالوا طالما أنت لا تشهد له معناته خلاص خليه يجي. فكان أكون باقي آخر 150 يعني يفحصوهم كصوت حتى يقبلوهم بالمعهد. أنا دخلت أول واحد من هذول 150 اللي واقفين برا. فراسا دخلت، يعني سألوني أسئلة وغنيت لهم راسا. يوم السبت طلعت نتائج، فطلعت قلت لأبونا أني يعني أعطيني يعني شلون حضن أحضنك، شكرا أنا مقبول. قال أدري بك، عندك ثقة بنفسك. بالفعل من رحت شفت القوائم، على قائمة 30 واحد أول اسم جوردي ما شاء الله. نعم هاي فقط. درست الست سنين الأنغام في معهد راس الموسيقية، درست المقام، درست آلة العود، ودرست فسلجة الصوت، كانت الله يذكرها يا الله أرمنية، كانت درسنا شلون تنطق الجملة، يعني تقول مثلا تقول يا ليل شلون تسويها مثلا يا، يعني تكفيها بنفس معين، يعني شلون جر النفس حتى لا يصير شلون إحراج لك قدام الجمهور. هاي يسموها فسلجة الصوت، سلوى شاملية يعني يسموها المدرسة. واللي درسني التجويد اللي يسموها تجويد القرآن، اللي يعني استفادت منه هواية، لأن يعني شنو مخارج الحروف، حروف العربية. إذا أنت حبيت، أنت من خلفية مسيحية ومن تجي تغني عربي لازم تعرف شلون تغني عربي، بحيث لا تنطي شلون يسموها اللكنة المو صحيحة للكلام العربي، لأن كلام عربي صعب، مو مثلنا يعني شلون من جيبه تجي. لا يعني مثلا من قولين إدماج، من يركب، لا تقول من يركب البحر لا يخشى من الغرق مثلا، ما يصير يقول من وإلى آخره. يعني ما أريد أشرح لك هذا الموضوع، هذا موضوع طويل شرحه. فشلون مخارج الحروف، شلون حروف القلقلة، شلون قلقلين مثلا لق لق، ما يصير يسوين بغداد، هاي كلها علمناها من المعهد. وبعدين تخرجت، عمرت لها من 30. بعد ما تخرجت فبدأت يعني تري الكلاسيكية تتحسن أكثر، لأن صرت عندي معرفة أكثر، يعني من سويت أغاني عربية بوقتها أو أغاني أثورية بوقتها. فزدت يعني إلى نفسي شلون فد معلومة أكثر اللي هي موسيقى، وتسلحت هذا السلاح اللي حد اليوم يعني أتعلم منه، مو بس يعني دارس كذا بس، أكو مرة إن شاء الله ما أعرف يعني. نعم. أشوف فيديوهات، أتعلم من هذا من هذاك، يعني لحد اليوم إحنا نتعلم بالموسيقى، لأن الموسيقى بحر. مشاركتك بتلفزيون كركوك عام 1968، تقدر تنطينا شوية نبذة على هالمشاركة؟ ذكرتيني وين؟ هي هاي كانت أول أغنية سجلتها، كانت أتذكر سوريتا من دمي، هي أغنية فولكلورية فغنيتها لايف. يعني شلون التلفزيون كان بوقتها أول مرة في أول مطرب سرياني ظهر، فاني كانت غنيت سوريتا من دمي بوقتها. بس شنو صارت بها مفارقة يعني ليس ما أنساها، وأنا دا أغني استوري كان كلش حار، عازف الكمان دا يعزف، الجسر ما الكمان طفر، صار شلون صدر فالصوت قوي كلش. فأنا ما وقفت لأن ما أقدر أوقف، لأن الناس دي يشوفوني لايف. بس مشيت إلى أن خلصت الأغنية، وثاني يوم ثالث ثلاثة أيام ما طلعت من البيت، وما طلع حتى ما رحت مدرسة. يقولي لي لسه ليش ما طلعت؟ لأن استحيت، يعني قبل أخجل الناس دي يشاوروا هذا طلع بالتلفزيون، هذا طلع بالتلفزيون، هذا. فحتى رحت مدرسة عبالك دخل وزير الكل دي صفقوا لي، إجا مطربنا وإجا مطربنا. هي عشان هاي يعني المفارقات اللي صارت حياتي. هل صوت الجميل موهبة؟ أكيد هي نعمة من الرب. هم من ما أخذها شماسنا؟ الأب، الأم، شون؟ أكو بالعائلة من عندها هالموهبة أيضاً؟ العائلة. أمي كان صوتها كلش حلو، فجوز ما أعرف يعني ما أقدر أقول لك هي الجينات نفسها تحولت إلي صوتها، يعني كانت كلش حلو. نين شون أقول لك أنا حلو؟ بعيد عنكم، بعيد عن السامعين، كانت يعني على طول تصير شون تعازي، هي
هي شلون ترتل ايام زمان بوفاه اخوها من توفى، اخوانها اثنين توفوا يعني خوالي، وهي كان شلون يعني صوتها كلش حزين مبكي. فجوز ما اعرف. نتمنى هسه سمع جمهورنا احدى التراتيل او الصلوات الطقسيه اللي تستخدم بالكنيسه. سمعش ترتيله خفيفه انت تعرفيها وكل الجمهور يعرفوها، يعني هي دا 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 دا. اليوم كنت ركعاً صلي، ربي دعاني ثم قال لي يا ولدي أعطني قلبك، قل يا خالقي وربي، يا ولدي أعطني قلبك، خذه يا مالكي وحبي. آمين يا رب. شماسنا عندك خلينا نقول ويب سايت على وسائل التواصل الاجتماعي موجود بها التراتيل على سبيل المثال؟ بالحقيقة أنا ما عندي تراتيل إلا فترة أخيرة قمت يعني أنتبه للتراتيل حتى أسجلها، وعندي هواية تراتيل أريد أسجلها بصوتي، فقلت لك بالحقيقة أنا ما عندي أي تراتيل، عدد كم وحدة هاي يعني نسجلها شلون بالكنيسة كل يوم القداس معنا مباشر، فقسم من التراتيل شوفوها حلوة الأخ داني يسوي عليها توليف ويعني يخليها باليوتيوب، بس ما وعدش لأن من أوعدش إذا أنا ما خالفت وعدي معناتها أنا إذا أكذب عليك يعني. فأتمنى أني يعني صراحة بس وقت ماكو، أنا عندي مثلا شغل، أنا عندي شغل ما نتولى مرات سوا، فهو مثلا مرات يسجل كاسيت معنا، أنا أريد أسجل أغاني، أريد أسجل تراتيل، ماكو وقت. مرات مثلا من يصير وقت أنا جوز مثلا تعبان نفسيا، يعني الشغل تعرفين شغل من ترجعين تسعة خمسة العصر أو ستة للبيت، يعني تريدين ترتاحين مو تسجلين، والسبت أحد يوم خلي العائلة، الأحد القداء يعني الكنيسة، والسبت الزيارات يعني أولادي وأصدقاء فيها. ذكرت عدة مرات آلة العود اللي هي تعتبر الآلة المفضلة عندك أعتقد، فهل لديك آلات أخرى تعزف عليها عندك المانبية؟ أنا بديت بالجيتار صراحة أول مرة بديت بالجيتار، نعم. بعدين من جيت يعني بعد ما جيت أتعلم موسيقى بالمعهد، معهد دراسات الموسيقية، فهم شنو يختارون مع يباعون على إيدك على أصابعك، يختارون على شفتك، يشوفون أنت يا آلة تناسبك، فشافون يعني أنا أصابعي تناسب العود، وأنا كنت أحب العود صراحة من زمان، أنا أحب أتعلم آلة العود، فرحت على العود قسم العود، يعني مع دراسات الموسيقية قسم العود. هوايات شماسنا مع عدا الهوايات الفنية، هل لديك هوايات أخرى؟ إيه طبعاً، أحب السفر، أحب الرياضة، أحب المشي. أحب يعني أقرأ قضايا حلوة يعني جميلة، وأشوف يعني مرات مسلسلات حلوة، ما عندي غير شيء، وأحب طبعاً الأكلات اللي تسويها زوجتي. تكلمت على السفر، فمن المزارات اللي يعجبك تزوره يوم من الأيام؟ أنا من أسافر خارج يعني كندا وأروح أزور المواقع الدينية، الكنائس هل يعني الكنائس أشوفها مرات بيونان أو بغير دول، يعني صرف عجيبة غريبة شلون الديزاين ماله، لأن أنا شغلي هو ديزاين هسه بالشغل أشتغل، يعني شلون مثلا من تروحين على فد مكان شوفين هاي العمارة هول هاي، خاصة إيطاليا هي بلد اللوحات، هي لوحة لوحة، إيطاليا هي لوحة، أي شارع تلزميه هي لوحة، أنا يعجبني هذول أشباع بيوم أشوف أتمتع نظري يعني بهالكنائس، يعني أنا رحت يونان قبل 3 سنوات أنا والمدام، ما عندنا غير الدول يعني ندخل بس بالكنائس، ندخل من كنيسة ندخل كنيسة، وقدام الكنيسة يسوون شو يعني هناك عندهم شلون الشباب يسوون شو يعني شلون الرقصات الشعبية ما شعبية داخل يعني داخل باحة الكنيسة، فيعجبني هذولا عادة طبعا يعني مكانات أثرية أروح أشوفها وأستمتع بها. من عام 1999 حضرتك في كندا، فزرت العراق من ذاك الوقت؟ ايه 3 مرات، مرتين اشتغلت ويا دولة هناك، نعم، يعني 2011 و12
بعدين ما عجبني رجعت، يعني اشتغلت ويا قرايبي باسمه، النائبه باسمه يوسف. بعدين رجعت، هاي اول مره راح اصلحها كان عندي بيت رحت بعته، جيت بعدين اشتغلت وياهم سنتين، بعدين رجعت، بعدين رحت اخر شيء 2019 قبل يعني بدايه كوفيد، يعني انا والمره زرت عنكاره بقيت 25 يوم، لان تدرين ان اجور ترميم الاسنان غاليه، فرحنا سوينا هناك هم شفنا الاقارب والقرايب، بس ما صار عندي يعني حظ اسوي حفله لان كانت اعياد وما يعني مشون يعني ما جاي يعني اروح حفله، يعني جاي اسوي اسناني. بس الحمد لله حلوه وشفت الاصدقاء الحمد لله كلهم بخير ورجعنا سالمين. هي هاي بس بعد ما زال اي مكان. الوالد والدك بالاصل من كوي سنجق، واحنا كعدكم مزار حلو مر بينا، زاير هذا المزار؟ لا اقولش انا ابويا من كوي سنجق وما شايف كوي سنجق. متابعينا الاكارم، كنتم مع الجزء الثاني من برنامج خدام الرب. ضيف هذا اللقاء هو الشماس الرسائلي جورج الياس، احد شمامسة كنيسة مار بولس في فانكوفر كندا. شكرا لحسن المتابعة. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله شركة الروح القدس معكم جميعا. تحياتي. متنا حيصان هولا بحنانا